الاداره، اللعيبه، الجمهور، كذا كذا سبب. يعني في اسباب كتير، منهم ان اللعيبه كلها او النادي كله عامه ما فيش استقرار. اللعيبه ما فيش اي امل عندها، كل اللعيبه حلمها اللي هي توصل، عايزه توصل للفلوس، عايزه توصل للفلوس. ليه ما تبص للنادي؟ اللعيبه عشان هم ما كانش فيه روح، ما كانوا بيلعبوا من غير روح، كل واحد همه المستحقات، كل واحد انت فاهم. هم لو يلعبوا باسم نادي الزمالك وبروح نادي الزمالك كانوا كسبوا بصراحه. الفرقه كلها، يعني الفرقه كلها هي اللي تستحمل الموضوع ده. هي الادارات السابقه هي اللي اتغيرت كتير واثرت على الفريق. مفيش الروح، مفيش الحماس بس من الفريق، مش اكتر من كده. يعني رقم واحد اللعيبه، يعني انت كنا بنتكلم بنقول اللي كان في تذبذب وفي لجان وفي لجان بتتعمل ومفيش استقرار. انت جالك رئيس نادي وجاتلك اداره منتخبه وكل حاجه موجوده، تغير مدير فني في وقت حرج زي ده كان المفروض كارتوني يكمل حتى لحد نهايه دوري المجموعات. قررت ان هو استبعد اللعيبه اللي هو مش هيجدد لهم. يعني طارق، واحد زي طارق حامد ده كان المفروض مثلا يعنفه بس ما يقولوش اللي هو انا همشيك كده. القرار اللي طلع امبارح ده الصراحه غلط. انت ما بتديش دفعه للعيبه. تقريبا كانت متجهزه من قبل الماتش ده، هو الزمالك اصلا كانت فرصته ضعيفه بس ما كانت مجهزه الماتش ده يتغلبوا فيسلم اللعيبه للجمهور. انا يعني دلوقتي لما اجي اقول انا مش هجدد ده ومش هجدد ده وهو لسه بيلعب معايا، فطبيعي الماتش زي اللي جاي مثلا هتلاعب بيراميدز او هتلاعب لسه تلعب في افريقيا عامه، مش اللي مش تلعب. قرار صحيح 100% لتصحيح مسار الفرقه. ده مش في مصلحه الفريق، بالعكس. يعني انا لو بدي عقوبات مش هيبقى فيه روح انه يشتغل. شايفه صح 100% وقرار اخر كمان. طارق حامد مفيش غنى عنه، انت فاهم؟ بس هو ده اللي انا ممكن اتكلم عليه في القرارات دي كلها. هي تلات ارباع اللعيبه حلوه، ما نقدرش نحكم. احسن لعيبه في مصر. الفريق الزمالك فريق كبير، في لعيبه كتير محترمين، تقريبا نص منتخب مصر من الزمالك. اللي يكمل هو ممكن تعدي مثلا اتنين تلاته مش اكتر. انا شايف واحد زي سيد زيزو، احمد سيد زيزو لازم يكون موجود، شيكابالا لازم يكون موجود. صراحه اللي يكمل يعني زيزو، واللي يرحل بن شرقي. بن شرقي ونجم ما لهمش اي لازمه خالص في الفرقه. محتاج الثقه. انا شايف المدرب اللي هم جابوه كان موجود قبل كده وراجل محترم. محتاج روح مش اكتر. محتاج روح بس، لكن اللعيبه موجود عنده الخامات الكويسه جدا وعنده فريق محترم. روح نادي الزمالك تبقى في اللعيبه كلها. الزمالك محتاج تدعيمات طبعا، محتاج تدعيم على مستوى الهجوم، مهاجم افريقي يكون ممتاز، وطبعا محتاج حارس ثاني جنب ابو جبل لان محمد عواد برده مش نفس المستوى. المفروض اولا استقرار، يكون في ترابط ما بين الاداره وبين اللعيبه. ما ينفعش يبقى رئيس النادي يتكلم على لعيبه ولا يقطع في اللعيبه واللعيبه لسه موجوده. 11 لاعب في الملعب مش اكتر من كده.